الموسيقى فن وتاريخ وأعلام. الإعداد صميم الشريف. التقديم ميساء يونس. الموسيقى فن وتاريخ وأعلام. تنفيذ سميرة بلوق. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا. يحيى السعودي. أعزائي المستمعين، ولد الموسيقي الفلسطيني المعروف يحيى بن أسعد بن محمد العلم المكنى بالسعودي في القدس عام 1905، وأصل العائلة من المغرب. استوطنت مدينة القدس منذ ما يزيد عن 8 قرون. تلقى علومه الابتدائية في مدرسة روضة المعارف الأهلية الخاصة، وأثناء دراسته توفي والده فكفله عمه موسى السعودي الذي تولى الاهتمام به إلى أن اشتد ساعده. في المدرسة ظهرت موهبته المبكرة، ولفت انتباه أساتذته بصوته الجميل وهو يؤدي بإتقان التوشيحات الدينية والموشحات وما إليها من التي كانت سائدة في زمانه، وبخاصة أعمال محمد عثمان وقصائد سلام حجازي وتقاطيق سيد درويش. في عام 1919 كانت الحرب العالمية الأولى التي وضعت أوزارها، والاحتلال الإنجليزي يسود البلاد. رفض متابعة الدراسة وفضل عليها مزاولة بعض الأعمال الحرة عند بعض معارف أبيه أملا في الكسب السريع، وفعلا درت عليه هذه الأعمال بعض المال، فاشترى عودا كان يحلم بشرائه، وأخذ يتردد على بعض الأندية الموسيقية أملا في أن تساعده في تعلم العزف على العود. وفي أحد هذه الأندية التقى بعازف العود المعروف روحي الخماش، الذي كان وقتئذ ما زال مبتدئا وفي مثل عمره، فأخذ عنه بعض النصائح والإرشادات التي مكنته من تعلم العزف لوحده ومن دون معلم. وبعد سنوات على ذلك غدا واحدا من المطربين الواعدين الذين ينتظرهم مستقبل باهر، وكان موشح محمد عثمان لما بدا يتثنى، وموشح يا شادي الألحان لسيد درويش يحتلان الوصلات الغنائية التي كان يحييها. يا شادي الألحان أغنى معنا أن تبعي ذلك لنا أغنى تبعي ذلك.
اكتشف يحيى السعودي بأنه لا يستطيع التعامل مع التدوين الموسيقي النوطة، فقرر دراستها، واتصل من أجل ذلك بالموسيقي المعلم يوسف بتروني، فدرس على يديه علم التدوين الموسيقي إلى أن أتقن قراءته وغناءه وعزفه، وبذلك اكتملت بالنسبة إليه المعلومات الموسيقية الطواق إليها. ظل يحيى السعودي على الرغم من شهرته في الأوساط الفنية في القدس وفلسطين عامة هاويا للفن، ولم يحترف العمل الموسيقي إلا عندما دعي للمشاركة في تأسيس إذاعة القدس رسميا عام 1936 مع الأساتذة يوسف بتروني، روحي الخماش، وحنا الخل وغيرهم، فتولى تأسيس الفرقة الموسيقية الشرقية التي قدمت فيما قدمت من الأعمال التراثية دور أنا هويت، ودور يا فؤادي له بتعشق، ودور الحبيب للهجر مايل، وجميعها بسيد درويش.
جميل يا جميل يا جميل انظر إلي. أصدقائي المستمعين، مارس يحيى السعودي عمله كرئيس للفرقة الموسيقية الشرقية في إذاعة القدس مدة 12 عاما، وعمل معه في هذه الفرقة بنجاح عازف القانون الراحل إبراهيم عبد العال، والد عازف الكمان الشهير عبد الرحمن عبد العال، وباصيل ثروة، والد عازف القانون سليم ثروة، وعازف الكمان إميل ثروة، وعمل معه أيضا المعلم ميشيل عوض الذي توفاه الله في كانون الثاني يناير عام 2004. حزم يحيى السعودي أمره وقرر النزوح مؤقتا إلى سوريا عندما صدر ذلك القرار الجائر في أيار عام 1948 الذي قضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين، وفي انتظار أن تهدأ الأوضاع ويعود إلى موطنه لبى دعوة الأستاذ الراحل شفيق شبيب الذي كان يتولى رئاسة الدائرة الموسيقية في إذاعة دمشق، فعينه مراقبا موسيقيا عاما، وأسند إليه في الوقت ذاته تدريب الكورال وأحياء الأعمال التراثية لتسجيلها من قبل موسيقيين ومطربين مختصين. وكان دور سلمت روحك لداود حسني أول دور يغنيه من إذاعة دمشق. تعالوا معنا نستمع. أعزائي، في 30 من كانون الأول ديسمبر عام 1950 افتتح المعهد الموسيقي الشرقي التابع لوزارة المعارف التربية اليوم،
وصدر قرار بتسمية يوسف بتروني مديرا فنيا للمعهد، ويحيى السعودي مستشارا ومدرسا لآلة العود ولعلوم الموسيقى الشرقية والموشحات. ولم يباشر المعهد عمله إلا في 15 مارس 1951. ظل يحيى السعودي يمارس عمله في الإذاعة السورية فقط بعد أن أغلق المعهد أبوابه عام 1959، إلى أن توفاه الله في عام 1965. لحن يحيى السعودي وغنى 4 أدوار لحساب إذاعة الشرق الأدنى أي لندن اليوم، هي: أول ما شفتك حبيتك، طالت ليالي الغرام، يا فؤادي لو كان الفؤاد خالي. ولحن أيضا عددا كبيرا من الموشحات، من أهمها يا ظلمني حقا يكفيك ما ألقاه، هو شعر قديم، ومن شعر البهاء زهير موشحة سلم الله على من جاءنا منه السلام، وثالثة من شعر نزار تغلبي خمر العيون أديري ما الكأس كانت حراما، جميعها من مقام الحجاز كاركرب. أعزائي المستمعين،
لحن أيضا من مقام البستنكار موشحة من شعر إبراهيم توقان هي أنشدي يا صبا وارقصي يا غصون، وأخرى من الشعر الأندلسي القديم ليت من طير النرمي، وثالثة من شعر عبد المحسن الصوري بالذي ألهم تعذيبي من ثناياك العذاب. أعزائي، بالإضافة إلى هذه الأعمال لحن عددا كبيرا من الأناشيد للأطفال، من أبرزها نشيد الصباح وأناشيد أخرى وطنية وقومية، من أهمها نشيد فلسطين ونشيد العروبة. إلى جانب هذه الأعمال لحن العديد من القصائد والأغاني العاطفية والشعبية الدارجة والتقاطيق التي غناها له عدد من المطربات والمطربين المرموقين، منهم كروان، بهجة الأستاذ، أي فتى دمشق، بدر الدين الجابي، ياسين محمود، هيام محمد، ماري جبران، وأحلام.
أعزائي المستمعين، إلى هنا أتينا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. نلقاكم الأسبوع القادم بمشيئة الله. إلى اللقاء. الموسيقى فن وتاريخ وأعلام. الإعداد صميم الشريف. التقديم ميساء يونس. الموسيقى